نعم، ولأهل البيت. لأهل البيت. الشهيد اللي شاف حيدر من صدق مو طيف. حلو. حلو. الشهيد اللي شاف حيدر من صدق مو طيف. مو طيف. بمحلها. أريدك بالدواعش كون تقضي الحيف. أي والله. تطق خشم الدواعش مثل طق السيف. مم. تطق خشم الدواعش مثل طق السيف. ومقابل مات ومقابل ما منطيهم ظهره ومات. في ولابو فاضل من الساعة اللي حكينا بيها. فاضل قصيدة طويلة. والله وخاف البرنامج ما يسعاني. سيد خالد بعد نشوف ما ادري ايش قد باقي عندنا وقت. يلا ان شاء الله يكفينا الوقت. خمس دقائق لا كافي. ان شاء الله. لانه ابو فاضل يستاهل. احنا بسفر. نعم. انا همسه هم انا راح اسرع بيها شويه. رحنا بسفر قصد زيارة اهل البيت. وبعد النجف لطف صار عنوانه. نمشي ونتذكر سيرة اهل البيت وبدينا ومن بدينا كان مبدانا نريد لنا قصيدة توصف العباس. قلت الشعر لو سولف على عباس قوافية يا اخوت تظل حيرانة. قلت شاعر يصف عباس حسن وحسين اخوته سادة الشبان ويده من ظلام الشرك نجانا وابو حيدر بدر وحنين وبخيبر يصول وجند الاقران. قلت رب عوين بهاي تران ببحر لا ينقاس ولا واحد يعرفه ويعرفه وزانه. صحيح الخمسة خير الناس لكن كلمة للعباس ما عدنا زيادة وكلمة غلطانة. قوافي الشعر يا العباس من طاريك بعد حسين خجلانة فارس مو سهل تنقاس بالفرسان لك عنتر ذليل وقصة حصانه. ست ويهل الحرب مو هيك الحرب بدلو لو طب بفاضل هاج هيجانه كثر سلاحه وخلت غص بيه القاع ووسعوا هالمسافة وكبروا ميدانه يسارة عيض عنا آلاف تحسبهم الناس أبطال لو دوبح الناس أبرزوا طعانة الدرع يكبر علي من يقعد العباس ولو قاموا تشن الطير شلانه. الله عليك. وميادين الحرب بس تعرف العباس والمنطرد بس يلوق الحصانة علي 70,000 خيال مسلحين لو غطهم تصير قضاب تظل بدروب هالفرسان حيرانة وهذا اللي تقعد بالركوب وصاح يهز الخوف شمرو ابن مرجانة. صعصع لو بشر منسوب سجد صعصع لابو من شاف برهانة. ابو فاضل يرخص الروح دون حسين ولو صاح الحسين يهيج بركانه ينشده من المهد ويجاوب العباس شال ايده وتبرع ينصر اخوانه. مو هيك علي بن ابي طالب ساله ينشد يا توازه وانقطع يمناه رفع يسرى لابوه ورمز بلسانه فخر للمريله والسيف يا فخر البشر والقاع تحب اجدام دفانه لان دفانه زين العابدين. يا فخر البشر والقاع تحب اجدام دفانه اصبحت بي كربلة تنزار شرف هالحسين بكتل صحبانه وشفت ناس بدربنا اشكال بشر رايح لغاد وبشر لاقانا منها من السفر شد بخرق ريلية ومنها عانيت له ولابسه جفانه وقبل عرف الابو يا منت بالعباس رضعنا ويا الحليب النقي الخذانه وكل واحد يقول شلون هاي وذيش ضعيفه عقولها ونحسبها خرفانه ربنا امر نحب حسين والعباس سمعنا امره صريح يقول قرآن عباس بن حامل يار حسدت الياورو بالخير ألف خيعون ييرانا وترف قلوبنا وقربنا للعباس شفنا مشهده وحسينا حيانا ومناير للعليل يطيب عدل عباس كنا نظر قعدته ولون صيوانه. حسنت. وشفت مثل القيامة بحضرة العباس ويوه استبشرت ويوه زعلانة وطلعنا من الحسين ورحنا للعباس ومن الشياطين حسين عدانا وقبلنا على العباس نعرف ينظرنا ان شاء الله بالخير بل يعرف عددنا ويعرف اسمانا وقعدنا بحضرة العباس اشكال من البشر مجموع ديوانه وبدأ عندي حديث بحضرة العباس لزمت العروة بيدي ونفس حلمانه قلت دنيانا بحر تغرق بيها الناس وسفنها تغرق بيها اشكال سفانة وانا راكب سفينة نوح بيها النبي من المعراج وصانه هذول احنا مع اهل البيت هذه سفينتنا وهذا طوفانه وضمايرنا ترستها حكاية اهل البيت ونرضى حتى تكون الروي يرقانه وحب اهل المثاني وقبة العباس من قلبه يروح ببسط ريانه
ليش عمرت هاي الدار ودار الشاتلين زباله خربانه؟ اي والله ضاعوا يا نفس حجايه الويهين، وهذا الحق عرفته وهذا نيشانه. واحد على الكوثر بيده كاس الحوض نريد باكر علي والناس ضميانه، وواحد على الصراطي تكشب المعبار خاف انك تقع وتيك نيران الرسول. وشفت عباس لان بجنة الفردوس وملبوس الحرير الخضر بركانه، واشتم ريحة الجنة على الشباك كونها بقدرته الباري سبحانه. وهذا السلسبيل وزنجبيل وهيلش مجنات ربي وكل زعفرانه، ولحظة وشفت باب جنان عليين، وشفت بيها رضيع وبيد رمانه عبد الله الرضيع، وشفت بيها شباب ويا النسيم يميل، تزيل الهم نظرته وبرقة اسنانه على الاكبر، تزيل الهم نظرته وبرقة اسنانه. وشفت شيخي تخطى ليكرم الخطار، نبي الله ابراهيم ابونا هو سماكم مسلمين. شفت شيخي تخطى ليكرم الخطار ابعد، والتفت والنوب تانانا وعيت ولن نحيي بحضرة العباس. طلبت الموت قلت بسع كونت خلص دنيانا، لمن زرنا وطلعنا قلت ابو عباس البشر وسط الضريح يخفن ابدانه. قالوا بعد وحده انطاها للعباس كل خطوه باجر محسوب ممشانه. ابو الخوه الشريفه الما مثله يصير، يشيل الماي بيده ونفسه لهفانه ومن حلقه ويرد الماي. اخوي حسين ضامه وبنته عطشانه، واحنا بالنفاه نذكره ونواسيه ونريده بالشدايد موش ينسانه. وسلام الله على اللي يسمع كلام جواد، وعساه يطيع ربه ويبر شيبانه، والسلام عليكم. احسنت انت من المسلمين، الله يعافيك. الله يبارك فيك يا ابو محمود ويطول عمرك ويتقبل.